وإطلاع من قواعد السياقة السليمة لتفادي الوقوع في حوادث المرور. كما تم أيضا التركيز على سائقي الحافلات الجماعية الذين ينقلون المواطنين في رحلات غير مرخصة وغير قانونية للولايات الساحلية على مستوى الشواطئ والغابات الغير محروسة، وتوعيتهم بضرورة احترام قوانين المرور والراحة أثناء المسافات الطويلة، وكذا إعلام المواطنين بضرورة الاتصال والتبليغ عن طريق الرقم الأخضر المجاني 1055 في حال وقوع أي تجاوزات أو إخلالات على مستوى الطرق أثناء تنقلاتهم. ناقلي المسافرين اللي هما يقوموا برحلات شبه منظمة وما تكونش مرخصة، نقولوا للأولياء هو أنه ما نبعثش ولدي أنايا مع أي كان، لو ما نضمنش أنه هذه الرحلة منظمة وفي إطار تنظيمي محكم قانوني 100% ما نبعثش ولدي.